السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله أصحاب أجمعين. من مدينة مكناس إخواني أخوات، جولتنا تستمر مع أغنية الأمازيغية قح. اسمع وتمتع. اسمع ونعم بالله وتوكل على الله، ولا إله إلا الله والله أكبر. كريم أن ويسلان سميت بويسلان لأن عندها أصحاب ثمانية. إذن إخواني أخوات، معلومة جديدة مع الأخ العزيز على قنطرة ويسلان. ستشاهدون أمامكم قنطرة ويسلان تحت الواد والفوق التران.
إذن إخوان أخوات سميت بويسلان لأن عندها 8 ديال تقويصات. هذه أول مرة أسمع هذه المعلومة، رغم أنني قديم وقديم في مدينة مكناس، واليوم اكتشفت هذه المعلومة الجديدة. على تشاهدون أمامكم قنطرة بويسلان، قنطرة إخواني أخوات الواد من تحت الأوس كامل فوق، وسميت بويسلان اللي عندها 8 ديال سواري 8 تقويصات. إذا أضف إلى معلوماتك أخي الكريم أختي الكريم من مدينة مكناس. ثانيا أيضا على اليمين، على اليمين شعارنا المقدس الله الوطن الملك، ملكنا محمد السادس، خط أحمر. كفى إخواني أخوات، كفى دوك الناس اللي راكم مريض في عقلكم. يا إنسان راه مريض بنفسي، مريض في نفسي. الملك محمد السادس خط أحمر. إذن والصحراء مغربية حب من حب وكره من كره. إذن كفى إخواني أخوات، كفى. كيقولك القط ملي كيوصل للحما كيوصل وصلوش، كيوصلو ما كيوصلوش كيقول له خانز. حتى بعض البشر، بعض البشر ملي ما كيقدوش يوصلوا كيبقى يجبدوا مسائل. ملكنا محمد السادس خط احمر بدون نقاش وبين حوار، احترم تحترم. وصولنا إلى ويسلان يا إخواني يا أخوات، أو ما يسمى وزين السماء. إذن وزين السماء يا إخواني يا أخوات، على اليمين على الشمال كان مشروع 2000 سكان الذي كان مشروعا ناجحا من 100%. استفاد الطبقة الشعبية، استفاد مرارك الصفيح، استفاد أيضا الموظف الصغير، والحمد لله يا إخواني يا أخوات كان مشروع ناجحا 100%، مشروع 2000 سكان. والحمد لله كما تشاهدون على اليمين على الشمال هناك محلات تجارية، هناك بنكات، هناك بريد، هناك مقاهي، هناك سكنات من العمارة، والكل استفاد والحمد لله والشكر لله. إخواني أخوات، بلدنا بلد السلم والسلام، بلدنا بلد السعادة والطمأنينة، بلدنا بلد الكرام، بلدنا بلد الرجولة كل صراحة، بلدنا بلد أمة اقرأ وتقرأ، أهل العلم، أهل الفلسفة، أهل الرياضيات. إذن إخوان أخوات جزاكم الله خيرا، لا نكره أحدا ولسنا زعلان من أحد، فقط أعمل كل واحد في مكانه المناسب. احترم تحترم، احترم نفسك بنفسك لنفسك، وأحترم نفسي بنفسي وتستمر الحياة. يوه، أتمنى الرسالة توصل، منا الرسالة توصل. With you.
إلا بغى الله يغنيك غادي يغنيك، إلا بغى الله يعطيك يعطيك. أما تكون حسودا وحقورا ومرض بين أمراض نفسية، أقول لك سير داوي راسك نحت منك. اللي كيبغي الله يغني غادي يغنيك. الطير في السماء ورزقه معلق، والذي خلقنا هو يرزقنا. إذا كفى ثم كفى ثم كفى في الدخول في الأعراض. بسالتو وبساليتو وطلقتو الريحة وكتقلبو على ميمي فقط. لا يهمكم لا دينكم ولا عالمكم ولا بلدكم، يهمكم فقط الكود اكسنت. كود اكسنت، الفلوس ليست هي الحياة، عزة النفس، يعني قلبك كيضرك. اما فقط الفلوس راه شحال دازو في هذا في الدين هذا، مشاو. الفلوس راه ماشي هي حياة، الفلوس وسيلة للعيش. إذن الاحترام، الاحترام، الاحترام. أبساليتو الصراحة طلقتو الريحة كاع. حتى الملك أحمد السادس. هنا صافي دخلتونا للدار، انتو كتلعبونا حدا الدار، دابا دخلتو للدار. جمع راسك الله يرضي عليك، جمع راسك الله يرضي عليك. حفظوا اللسان، حفظوا القلم. إشكالية حقيقية نعيشها في هذا العالم. قل كلمة طيبة أو أصمت. شو بينك وبين شنو وصلك ليه؟ كيفاش انت توصل انت باش انت بقى تجبد ملكنا محمد السادس ملك الفقراء؟ ها اظن راك راه كنحشمو لان كبرنا وتعلمنا ورباونا الاحترام، ربونا الحب، ربونا نقولو كلام طيب، ربونا باش نشوفو شي حاجه ومدينا ما شفناهاش. العين غير مضعين، ولكن ملي كتشوف شي حاجه عيقات كاع. دونك راه سيترو هادشي راه مابقاش. ثانيا سأتكلم على موضوع الذي سمعته في التيك توك لدى سعود في هذا الشهر 15 في هذا الشهر، ليقول للشباب بلدنا بلد السلم والسلام، بلدنا بلد الخير الخيرات. لا تظنون أن ما وراء البحار هي الحياة، ربما تصل أو ربما لا تصل، لأن ما شاهدت في هذه الأيام في منتشرات، ما شاهدت في الفنيدق، وما قرأت أن هناك شباب في التيك توك أرادوا أن يعملوا يوم 15 سعود على ما يقال. أقول لكم أولادي جزاكم الله خيرا، فكر شي شوية في عقلك، كيف أنك تتمنى أن تعيش وراء البحار؟ هل تظن أن ستصل إلى وراء البحار أم سيأكلك البحر؟ فهم الفهم. وبلدنا راه بلد السلم والسلام. لن تعرف قيمة بلدك حتى تصل إلى بلد الغربة. لما تصل إلى بلد الغربة ستعرف قيمة بلدك. بلدنا هو بلد الخير والخيرات. اللي بغى يخدم الخدمة كاينة، اللي بغى ينعس ينعس. أما باش نعس وبغيت تبرع، بغيت تحسن، بغيت تلبس، بغيت البورطال، بغيت دير وتنعس، هذه لا يتقبل العقل. شوف الا عندك والديك راهم خلاوك شي حاجه في انت، اما راك عندك عري على الركبه ورد، عري على الركبه تخدم. خدمه موجوده الحمد لله بلادنا، فيما بغيتي تخدم كاينه خدمه موجوده الحمد لله. وانا تقعد بركه من وصلنا إلى التخيس يا إخوان يا أخوات، هذا ما يسمى بالتخيس يا إخوان يا أخوات. وعينا ما نحشمو، عينا ما نقولو دي دوز دوز دوز، ورا حركتونا شوية ديال المشاعر.
لما تكلموا على ملكنا محمد السادس صافي راكم في وسط الدار انتوما، راكم دخلتوا في وسط الدار. هذا رسالة، وتلقى رسالة شفوية، وأتمنى أن تصلكم هذه الرسالة، وأتمنى أتمنى أتمنى ندير بوان ستوب بوان فينال هذا الهضرة الخاوية. هذيك هضرة خاوية، هذيك خضرة كلها خاوية، والو داويين خاويين، لا فكرة لا علم لا ثقافة لا مستوى لا تربية لا أخلاق. إيه يا الشريف، نحن في 2024 25 دخل الباب 25، نحن داخلين في 2025، يا كفى ثم كفى، قل كلمة طيبة أو اصمت، قل كلمة طيبة أو اصمت. أشجار الزيتون، أشجار الزيتون يا إخوان يا أخوات، اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت. الكراميس، الكراميس هذا العام يا إخوان يا أخوات، الكرموس دارت هي الكرونو 25 حتى 24 حتى 30 درهم حتى فوق 40 درهم الكرموس في المغرب. إذا أظن نظن نديرو الكرموس حسنا ما نديرو شي حاجة أخرى، لأن إذا قال الكرموس هكا بهذا الثمن راه مشروع جاهز وله غير أدوية لا تستعمل، مصاريف قليلة. إذا نتمنى نعملو بستان للكرموس، نعملو بستان للكرموس ياك يا راك. الكرموس دير 400 500 600 700 800 تخسر فيها حتى ريال، حسن ما دير مشروع تخسر فيه الضرائب تخسر فيه الزك 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 وماني داس مناتي فوق نسكا. أخوات ما تبقى نقول لكم مع السلامة حتى نلتقي مرة ثانية في فيديو آخر في منطقة أخرى. مع السلامة.